وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم فنان غنائي ومصور فوتوغرافي من مدينة تعز. ضيفنا اليوم هو خالد البنا. أهلا وسهلا فيك خالد. أهلا فيك أستاذ فنان، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا. الله يحييك، كل أبناء الحالمة على رأسنا. خالد، طبعا ببدأ أسألك أسئلة سريعة وخفيفة في البرنامج، بعدين بننتقل للأسئلة اللي نتعرف فيها أكثر عليك. مستعد؟ إن شاء الله. تمام، أول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة واحدة. اجتماعي. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. أجمل مكان زرته في حياتك؟ يمكن ما فيش مكان واحد، لكن أجملها يعتبر الخرطوم العاصمة السودانية، وكذا وادي بلابل، أماكن عدة مش مكان واحد. جميل، طيب مكان تتمنى زيارته؟ كنت أتمنى أزور دبي، لكن الآن أتمنى أروح الدوحة. خالد، وشخصية تتمنى مقابلتها؟ عملاق الفن رشيد غلام. جميل، طيب مجال دراستك؟ حاليا سنة ثالثة إعلام. خالد، كيف تحب تعرف نفسك باختصار؟ أعرف نفسي باختصار؟ شاب يمني تعزي، سموح، اجتماعي، كذا تمام. ماذا عن مصور وفنان غنائي؟ طيب هذا ما نعرفه عنك، مصور وفنان غنائي. طيب لو نتكلم عن بداياتك في التصوير والغناء، ايش بتقول لنا؟ بدايتي في الانشاد طبعا في المدارس الابتدائية، كنت حينها يعني في الإذاعة كنت أشارك، وكانوا كثير يشجعون الأساتذة. جميل. أبي، أمي، أخواني، طارق، فارس. طيب خالد، بعيدا عن المدرسة، ما هي باكورة أعمالك الفنية؟ كنت بعد يعني بعد ظهوري في الإذاعات المدرسية كنت أشارك في حفلات مهرجان التخرج، كذا أعراس وسمرات ليلية، كان من أبرز. ولا بعد السؤال بتسأل أنت بعد قبل؟ لا تفضل تفضل، واصل كلامك. كان من أبرز من شجعني على البداية على الانطلاق كان هو أبي، وكذا إخواني طارق فارس، هم أيضا منشدين، كنا نشارك سويا في بعض المهرجانات والاحتفالات وكذا السمرات الليلية. جميل. كان لهم يعني الفضل بعد الله عز وجل لاكتشاف موهبتي هذه. جميل، طيب هذا بالنسبة لبداياتك وباكورة أعمالك، الجديد من أعمالك إيش هو؟ أو آخر أعمالك؟ آخر أعمالي اللي هو عمل بعد شبه الحصار. ايوه، طيب ايش رايك نروح الان نشوف احد اعمالك؟ سامعك خالد. ايوه تمام خالد، ايش رايك نروح نشوف احد اعمالك ونرجع نكمل اللقاء؟ نامت على حريتي وصحت على شبح الحصار، لله دار مدينتي صبرت وطال الانتظار. نامت على حريتي وصحت على شبح الحصار، لله دار مدينتي صبرت وطال الانتظار. دون المدائن كلها دفعت ضجيج.
قريبا تنصمتهن المدائن كلها دفعا قريبا تنصمتهن فكان أن غطى على أركانها شبح الدمى. خالد الغنى بالنسبة لك إيش يعني؟ الغناء يعني الحاجة اللي ممكن ما لا أمل منها، الحاجة اللي يمكن أمارسها وأنا متلذذ فيها. جميل، يعني هي جزء يعني هواية بالنسبة لك؟ هواية وتفريغ طاقة. الهواية هذه برضه طيب. كمان التصوير. ايوه بنرجع نتكلم عن التصوير، أول شيء بنتكلم عن مشاركاتك الخارجية أو الجوائز اللي حصلت عليها كفنان، إيش هي؟ بالنسبة للمشاركات الخارجية ما عنديش مشاركات، لكن المشاركات الداخلية كثيرة، والجوائز شاركت في مسابقات المزمار الذهبي. كانت تعرض على قناة اقرأ. حصلت على المركز الثالث على مستوى المحافظة. جميل. أيضا شاركت في مسابقة المحافظة وحصلت على المركز الثاني لعامين، وأيضا مسابقة جامعة تعز حصلت على المركز الأول لعامين. بالتوفيق. طيب بالنسبة للجوائز، بالنسبة للتصوير، ما أنك في كلية الإعلام، هل كان قرار منك أنه يكون التصوير مهنتك المستقبلية؟ أول مسألة كانت صدفة. طبعاً. أول مسألة كانت صدفة. تفضل. طبعاً بالنسبة للإعلام أنا قد كنت سافرت إلى السودان، كنت على أساس يعني بسجل هناك إعلام، بس شفت إنه مجالي بيكون هنا في تعز. أنا هناك إذا أنا في السودان أدرس، هنا في تعز أنا أدرس وأطبق. أنا الآن حالياً أشتغل في مجال إعلام وأشتغل مصور لقنوات ومواقع وشبكات إخبارية. أنا هنا في تعز يعني أدرس وأطبق الإعلام. طيب كشاب في تعز في ظل حصارها وكفنان ومصور، إيش الصعوبات التي واجهتك وتغلبت عليها؟ عيد السؤال تسمحي. كشاب في تعز في ظل الحصار وكفنان وكمصور فوتوغرافي، ايش هي الصعوبات التي تغلبت عليها؟ مشكلات؟ الصعوبات التي تغلبت عليها، العوائق. من الصعوبات العوائق انه مثلا ما عندناش الامكانيات الضخمه، مثلا اللي هي امكانيات الموجوده مع البقيه، ما هو إمكانيات القنوات وإمكانيات مثلا الكاميرات الأجهزة اللي هذا بالنسبة للتصوير. أما بالنسبة للفن برضو ما فيش استوديوهات حديثة، ما فيش الإمكانيات المادية، ما يعني الوضع المادي صعب في المدينة. إذا في معك، إذا أنت ناوي مثلا تجهز عمل، يعني صعوبة تلاقي أحد يدعمك ويوقف معك ويساندك. الشكوى المتكررة للفنانين والموهوبين اليمنيين الدعم المادي. طيب لو سألتك عن المواطنين كيف يتفاعلوا مع الفعاليات الشحيحة في محافظة تعز؟ والله المواطنين طبعا كأنه كذا مغصوبين يعني يتفاعلوا، كأنه الوضع هذا فرض عليهم. ما الذي تقصده؟ عادي. يعني ما تلاقوش تفاعل لما تعملوا فعاليات، لما تغنوا، لما إيش المشكلة؟ المشكلة إنه في يعني جهات محبطة، يعني مثلا إذا في دعوة لمهرجان أو ل معرض صور، او تجي تشوف بعض الناس يقول لك يعني هذم ما مش فارغين، ما عندهمش اعمال، الناس بحارب والناس جالسين يموتوا والناس وهم قاعدين يعملوا مهرجانات ويصرفوا المبالغ. يعني قد يكون المبالغ حق الاحتفالات حق المهرجانات هذه حاجه بسيط، ويعني ما تكلفش الكلام هذا كله فعلا. طيب طموحاتك الشخصيه؟
والله طموحاتي أعتقد في التصوير حاليا يعني أعلى من الفن، يعني حاليا جانب التصوير غلب، يعني أتوقع نفسي مصور مشهور يعني خلال الفترة القادمة طيب إيش ممكن تسمعنا حتى لو إن شاء أنت الله. تشوف إنه التصوير غلب على الفن، إيش ممكن تسمعنا في نهاية اللقاء؟ ممكن أسمعكم موال صغير وبعدها يعني برضو مقطع صنعاني صغير. تفضل. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، وللطيب وصلك دائما نتشوق. الشمس تظهر من جبينك ضوها، يا من محاسنه كبدر يشرق روحي بها، لك إنني متشوق، فعسى علي بنظرات تتصدق العشق فني، والصبابة مذهبي. لا خير في من لا يحب ويعشق. الله، بعدين المقطع الصنعاني. على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون، بظن مجنوني ليلى، بظن مجنوني ليلى، قد جن بعض جنوني، سر يا رسولي إليهم، سر يا رسولي إليهم، شوقا وقبل يديهم، واقرأ سلامي عليهم، واقرأ سلامي عليهم، لعلهم يرحموني. الله الله، المصور الفوتوغرافي والفنان خالد البنا، أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك كل التوفيق. ولك أيضا. شكرا لك.